مع اندلاع شرارة الاحتجاجات الأمريكية على خلفية مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة، وبدلا من تحقيق مطالبها المحقة، عمد عناصر الشرطة منذ اليوم الأول إلى قمع هذه التظاهرات أينما وجدت. نهج القمع الذي تعتمده الشرطة في الولايات المتحدة يقوم على استخدام عدد من الأسلحة التي غالبا ما توصف بأنها غير قاتلة، لكنها أدت في نهاية المطاف إلى قتل وجرح العديد من المتظاهرين. السلاح الأكثر استخداما لدى الشرطة الأمريكية هو الغاز المسيل للدموع، وهو عبارة عن مصاحيق كيميائية مركبة داخل عبوات، ينتج عن هذه الغازات إحساس حارق في العينين والفم، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الاختناق وفقدان الوعي، تماما كما يفعل رذاذ الفلفل الذي تستخدمه الشرطة بكثافة أيضا. الرصاص المطاطي والبلاستيكي. أصيب العديد من المتظاهرين في شوارع الولايات المتحدة بطلقات مطاطية وبلاستيكية أطلقت من أسلحة آلية تستخدمها الشرطة الأمريكية على المحتجين بكثرة في الآونة الأخيرة. خطورة هذه الأسلحة تكمن في إطلاق الرصاص المطاطي عن قرب على المتظاهرين، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة ومميتة. القنابل الصوتية. يؤدي انفجار القنبلة الصوتية التي تستعملها الشرطة الأمريكية لتفريق الاحتجاجات إلى صمم مؤقت لدى المحتجين، فضلا عن تأثيرها على سوائل الأذن، مما يؤدي إلى فقدان الإنسان لتوازنه، وفي حال تواجد المتظاهرين على مسافة قريبة منها قد يؤدي انفجارها الارتجاجي إلى حروق في الجلد وحتى إلى الموت بحسب منظمة أطباء لحقوق الإنسان الدولية.